لانها ما هي بزانه هي زانه بس ما تصلح للعب. ابشرك يا رجيجيل علموني وطيح يا اخوي تفس. الثانيه هذه شو اسمه؟ بغيت اقول ما هقيت ان البرق يفتنني لين شفت ضرى النفود مبرقعاتي. مشان مبادرة وليد لا كذا. ما هقيت ان البرق يفتنني لين شفت ضرى النفود مبرقعاتي وما هقيت ان البرق يفتنني لين شفت ضبى النفود مبرقعاتي. ما عاد يلبسون برقع نقابات الحين ما يلبسون حتى نقابات.